مرحبا بك رائد، ضعنا في آخر التطورات لديك الآن في الخان الأحمر، ومتى سيبدأ الاعتصام الذي دعت له القوى الفلسطينية ونشطاء المقاومة الشعبية؟ نعم رويدة، صباح الخير. بدأ العشرات من المواطنين الفلسطينيين بالتوافد إلى منطقة الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى وجود عشرات الفلسطينيين أصلا هم معتصمون ومرابطون في هذه المنطقة منذ بداية تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال المتطرفة بهدم الخان الأحمر البدوي. الاعتصام سيبدأ بعد صلاة الجمعة مباشرة. كانت القوى الوطنية والفلسطينية بالإضافة إلى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد دعت المواطنين الفلسطينيين من مختلف المدن الفلسطينية للوصول إلى هذه المنطقة لأداء صلاة الجمعة، أي بعد ساعتين من الآن، وذلك انتصارا للخان الأحمر البدوي الذي تنوي قوات الاحتلال هدمه خلال الفترة القادمة. بالنسبة للمحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرا احترازيا، أي أمرا مؤقتا حتى 11 من شهر تموز الحالي لمدة 5 أيام، بعدما تقدم محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومجموعة من المحامين الفلسطينيين من الداخل ومن الضفة الغربية ومن القدس الذين قدموا التماسا إلى المحكمة العليا بخصوص عدم هدم التجمع بلسان طبعا سكان التجمع البدوي. قوات الاحتلال تشن حربا حقيقة على المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة ومناطق أخرى بدوية في محيط مدينة القدس المحتلة وتحديدا شرق مدينة القدس، وتنوي تهجير السكان هنا في المنطقة ونقلهم إلى منطقة العزرية. يعني ما هي آخر الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال، يعني خصوصا بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية القرار بتعليق إجراءات الهدم في التجمع البدوي، إضافة إلى دعوة القوى الفلسطينية للاعتصام؟ نعم، في الحقيقة بعد إعلان المحكمة العليا أو بعد إصدار القرار كانت قوات الاحتلال قد فرضت حصارا مشددا على منطقة الخان الأحمر، لكن مع ساعات صباح هذا اليوم تمكن المواطنون الفلسطينيون من التواجد وحتى من الوصول إلى منطقة الخان الأحمر، ويرجح أن يصل العدد إلى المئات من المواطنين الفلسطينيين، خاصة وأن جهات فلسطينية أمنت وصول مواطنين فلسطينيين من مختلف المدن الفلسطينية. في رام الله على سبيل المثال كانت هناك بعض جهات أمنت حافلات تقل المواطنين الفلسطينيين للتواجد في هذه المنطقة. نقطة هامة جدا، المعتصمون الفلسطينيون سيبقون في هذه المنطقة حتى بعد قرار المحكمة العليا الاحترازي أو الأمر الاحترازي الذي أصدرته المحكمة العليا، تخوفا طبعا من مجيء قوات الاحتلال وتخوفا كذلك يعني من عملية هدم، لكن من المتوقع خلال الأيام الخمسة القادمة ألا تجري عمليات هدم في هذه المنطقة، وبعدها سينظر. ربما تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا آخر وهو عملية الهدم، وكانت قد أصدرت أمرا منذ قرابة 65 يوما بهدم الخان الأحمر، بالحديث هنا عن قرار غير قابل للنقد. وبعد تقديم الالتماس والدعوة التي تقدم بها سكان الخان الأحمر من خلال المحامين الفلسطينيين، طبعا أرجأت المحكمة العليا وأصدرت قرارا مؤقتا وأمرا احترازيا بعدم الهدم حتى 11 من شهر تموز الحالي. لذلك المسيرات، التظاهرات، الاعتصامات، التوافد الفلسطيني ما زال قائما حتى هذه اللحظة وحتى 11 من تموز. وفي حال نفذت قوات الاحتلال تهديداتها وهدمها للمنازل والمساكن الفلسطينية سيعيد الفلسطينيون بناء منازلهم من جديد ولن يرحل كما أكدوا لنا عن هذه المنطقة حتى لو هدمت قوات الاحتلال أكثر المستجدات من مرة التجمع البدوي. الإخبارية المقبلة رائد الشريف مراسلنا من الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.